إذن مشاهدينا، السباق الدولي لا يقتصر على إيجاد لقاح لفيروس كورونا، بل أيضا في سرعة اكتشاف الإصابة. صعود سريع للفحص السريع كبديل عن PCR. الاهتمام العالمي يزداد بالفعل، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتوزيع 150 مليونا منه في أمريكا. منظمة الصحة العالمية وعدت بتوفير 120 مليونا للدول الفقيرة بانتظار التمويل. والآن خيار جدي يأتي من مصدر الفيروس، الصين، حيث أعلنت شركة صينية تطوير أسرع آلة في العالم لرصد كورونا مع خطط لغزو أوروبا وأمريكا. هذه الآلة التي أطلق عليها اسم فلاش 20 بكلفة 38 ألف يورو يمكنها التعامل مع 4 عينات في الوقت نفسه. المميز في هذه الآلة أن نتيجة فحص فيروس كورونا فيها تصدر خلال نصف ساعة فقط. مؤسسة شركة كويوتي المطورة للجهاز ورئيستها التنفيذية سابرينا لي قالت إنه يمكن استخدام الآلة في قسم الطوارئ قبل عملية جراحية مثلا. وأهمية الفحص السريع أنه يوفر الوقت مقارنة بالفحص المخبري التقليدي، سيما أن خطورة نقل المصاب للعدوى لغيره من الناس غالبا ما تكون في أوجها في بداية فترة الإصابة.